Good morning جينيفر، ازيكم عاملين ايه؟ انا مش فاطمة، والنهاردة ان شاء الله حابة اكمل معاكم الكونسبت بتاعي. احنا اتكلمنا الفيديو اللي فات عن السيستم الجديد موجود في البادج بتاعي اسمه ريسبيراتوري سيستم، واخدنا تركيبه واخدنا اهميته ايه، بيعمل ايه، واخدنا عرفنا بنحافظ عليه ازاي. النهاردة ان شاء الله عايزة اكمل معاكم الدرس بتاعي، درس ريسبيراتوري سيستم. بيقول لي ايه؟ بيقول لي living organisms can get breathed but in different ways، يعني بيقول لي ان كل الكائنات الحية بتتنفس ولكن بطرق مختلفة. يعني مثلا how do fish breathe؟ ازاي السمكة ممكن تتنفس؟ fish have gills to breathe. ايه هي الجيلز دي؟ gills are considered a unique structure adaptation that allows fish to live and breathe underwater. يعني الجلد دي عبارة عن استراكشر ادابتيشن عند الفيش تخليها تقدر تعيش تحت المية. جلز ار فاوند اون بوث سايدز اوف فيس هيد، يعني الجلد دي بتكون موجودة في ناحيتين من راسها. يعني مثلا بتاع البنك دي دي جلز، في واحدة تانية زيها على الناحية التانية في الجانب التاني، يبقى جلز اون بوث سايدز. اوكي طيب، How do fish breathe underwater؟ ازاي fish تقدر تتنفس تحت المية؟ Water enters the mouth of fish and passes across the gills، يعني المية بتخش الماوث بتاع الفيش وبتعدي على الجلز. Blood vessels inside the gills carries oxygen gas to the rest of the body، يعني الجلز دي بيكون جواها فيه blood vessels، دي بتشيل الأكسجين الموجود في الوتر، بتشيل كل ال parts of body of fish and release carbon dioxide gas، وبيطلع الكربون دكسيد جاز. يبقى دي عاملة زي حاجة عندنا اسمها ايه اللي بتاخد الاكسجين جاز وبتطلع كربون دكسيد؟ lungs. يبقى الجلز in fish like lungs in humans. فاهم؟ So fish need clean water to survive as we need to breathe the clean air to stay healthy. عشان كده السمكة لازم عايزة مية نظيفة، زي ما احنا كده عايزين هواء نظيف. ده هيجيلي سؤال ارجي بيزن because fish breathe under water، يعني give reason fish need clean water because fish breathe under water. okay هنيجي بقى animal تاني اسمه، بيقول لي how do amphibians breathe؟ زي الامفيبيانز دي بتتنفس ازاي؟ بيقول لي through researchers scientists can learn how different organisms adapt to their environment to help endangered species survive such as amphibians. يعني العلماء عملوا حاجات كتيرة جدا عشان يعرفوا ازاي الأورجانيزم يقدر يعيش في البيئة بتاعته، وخصوصا الفصائل اللي هي المقيدة اللي هتنقرض، زي مثلا amphibians. طيب ايه هما الامفيبيانز دول؟ they are small animals that live on land and in water such as frogs, salamanders, toads. يبقى الامفيبيانز دول عبارة عن animals صغيرين كده بيعيشوا on land in water، بيعيشوا في ناحية في الاتنين على الارض او في المية، زي الفروكس والسلمندرز والتوتس. اوكي عايزة بقى اديكوا نقطة صغيرة. The only 90 species of amphibians have become extinct in the last 20 years. يعني حوالي 90 نوع من الامفيبيانز حصلوا extinct في 20 سنة اللي فاتت. And in addition to 124 other endangered species. وفي كمان فصائل تانية معرضة للانقراض. تمام؟ they can live in moist الفيبينز دول can live in moist or wet environments، يعني بيقدر يعيش في البيئة الرطبة شوية like reef forest water streams and ponds. like humans other amphibians can breathe or respire with lungs، يعني زي الانسان احنا هو بيعيش الفيبينز اللي بيعيش في land، وزي الانسان الامفيبيانز دي تقدر تتنفس عن طريق اللانكس. and they are on land but amphibians can also take an oxygen from water through skin، دي كمان بتقدر تاخد اكسجين
من الجلد بتاعها لما بتعيش في الوتر in the water like golden frog. يبقى on land breathes with lungs like other humans. In water breathes with skin. Okay. هنا عايز اعمل compare بسيطة بين breathes in water و breathes through skin. Breathes through lungs on land. Amphibians inhale oxygen gas from air through the lungs. Breathe in through skin. يعني التنفس عن طريق الجلد. The bodies of amphibians are covered with skin that allows water and gas to pass through. يعني جسم الامفيبيانز بيكون فيه عليه سكن. السكن ده هو اللي بيخلي الوتر والجازز بتخليه يخش جوه جسمها. So amphibians can absorb or extract oxygen directly from water. عشان كده الامفيبيانز دي بتقدر تعمل extract oxygen from water. ده بيجيله سؤال في بريزون. يبقى give reason بدل ما قال لي amphibians يبقى they give to breathe with skin. هي بتنفس بالسكن بتاعتها. لكن لو قال لي fish can absorb water أو can absorb oxygen directly because fish have gills but amphibians have skin. Skin بيكون moist or wet, بيكون skin مبلل شوية. Okay. بيقول لي يبقى دلوقتي بيقول لي amphibians need clean water and air to stay healthy. Give reason. I'll give reason. They fish بالضبط. Because they are very sensitive for water pollution, air pollution, viruses that can travel through water. عشان تبقى الجسم يكون حساس جدا للتلوث المية أو تلوث الهواء أو الفيروس اللي موجود في المية. عشان كده amphibians like fish need clean water. Okay. في الاخر بقى بيقول لي سؤال how the weevil can help in protection of amphibians from extinction. يعني ازاي الانسان يقدر يحافظ على amphibians من انقراض. ممكن يعمل ايه؟ يعمل اول حاجه avoid strong waste materials water. ممكن ما يرميش حاجه في الميه. dispose of chemicals in correct ways that helps avoid water pollution. يعني يتخلص من الكيماويات دي بطريقه صحيحه. ودي تحافظ على المية متلوث وبالتالي الامفيبيانز والفيش هيقدر يعيشوا في المية. وكفاية كده عليكم الفيديو ده وان شاء الله الفيديو الجاي عايز اخد معاكم اخر جزء الادابتيشن. جود باي.